من الناحية التانية أنا حابة جدا إن أنا أتواصل معاهم، أعرف أفكارهم إيه. إحنا عندنا كل أنواع الفئات من المصريين ممثلين في الخارج، وممثلين في الخارج على مستوى الجلوب زي ما بيقولوا، على مستوى الكرة الأرضية كلها. وفيهم يعني أعلى المستويات اللي هو بيصل إلى أصدقاء رؤساء الجمهوريات، وفيهم يعني أبسط المستويات اللي هم يعني بيعملوا في أعمال بسيطة. فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوصل لكل دول، أو على الأقل ممثلين من كل دول، أعرف مشاكلهم، أعرف تحدياتهم، أعرف هم عايزين إيه، أعرف هم إيه أمنياتهم بالنسبة للتواصل مع مصر. حلو. عايزين يستمروا في هذا التواصل ولا لا؟ طب إذا كان التواصل ده فيه مشكلة، هي إيه المشكلة؟ بشكل عام أعرف بالضبط هم إيه بيحبوا، إيه وبيكرهوا، إيه وعايزين مستقبلهم في العلاقة مع مصر يبقى شكله إيه. على مدى الشهرين دول بيتهيألي إن أنا تواصلت مع نسبة مش بطالة، إنما مش كفاية، مش كفاية. احنا بنحاول بقدر الامكان ان انا ابقى على تواصل دائم. انا تليفوني مع الكل، مع كل المصريين في يعني اللي يعرفوني او اللي يعرفوا او اللي قروا جرايد الصبح بعد حلف اليمين الحية. أيوه. تليفوناتي وتليفونات كل الحكومة كانت موجودة على في الجرايد، فبقيت اوتوماتيكال بشكل اوتوماتيكي بيتم يعني تحميل رقمي في كافه الجروبس اللي موجوده على كل الوسائط الاجتماعيه. وده على قد ما هو يعني ممكن الواحد يفكر ان هو عيب، انا بشوف ان هو ميزه رهيبه. طبعا، لان انت باقل القليل بتقدر انك انت تشوف اساسا الحوارات، بتعرف افكارهم عن مصر عامله ازاي، بتعرف. طبعا انا ما بقدرش ان انا ابقى معاهم يعني ايه زي ما بيقولوا في الانجليزي 24/7 بالظبط كده، مش 24 ساعه. انما بين الاجتماعات بحب ان انا ابص، ومش بس ببص، انا ببص وبجاوب. وهم ابتدوا بما ان هم اوريدي هم اللي داعيين لي، انا مش فارضه نفسي عليهم. فهم بيحبوا يكلموني وبيحبوا يسالوني وبيحبوا يعرفوني وبيحبوا يعرفوا طريقتي ايه. فكتير جدا بيحاولوا ان هم يعني يوجهوا لي الرسائل ويوجهوا لي الاسئله.